أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. ولا ليال إلهي بأمهات سكال سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب، كتاب إلهي نوسو دجي، كتاب كاس أو إلهي سبحانه وتعالى كدوان كتبتك لأردن، بل كتبتي إلهي أوسو دنجي أردن اسكو كالميس اسكو هاي مانا كسمي. وكل ما كان موجودا في الكتب السابقة من خيرات كي كجري يا بركات كي كجري يا وعظ كي كجري يا مواعظ كي كجرتي يا هده نور كي كجري يا هداية كي كجرتي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كانوا إلهي كسو أروري كتاب كا وإلهي سودجي سبحانه وتعالى نبيه وحو كم مجن قال إلهي أو ما أركتي وكذا كذا كذا شكوى ذي أو وقد دعوى ذي إن يقوم كيس قرآن كهاجر دونان. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يكهجرون دونان. وأنا وحقوين قف مسلم أكوي ماذا وإنه كتابك إلهي كهاجر هجرة القرآن وحين نقطع سدح شيء. وقيل أربعة أشياء كو قفك إنه كهاجر قرديس تلاوديس إنه كهاجر لأن قرآن كل آخر يا أمر إلهي وهي
إله بان أمري إن القرآن كأخرينه نبي يسوع أمري نبي جرسنا وان أمري وحيري اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والقرآن كأخرية يوم القيامة وحو إيمان دونا إساق أو أم ما أركت شفاعة قادة يددك أخرين جري الدنيا قرأ ذا قرآن قفك مسلم كأه إلهي رمي وإن أحب يوم أكل ليه نصيب مال والبا قرآن كأنه وحك أخر يوم هدور ربو إنه قرآن كان فائدة ديسة إيه نور كيسة إيه هده ديسة إيه بركة ديسة إنه هلو سببتو النبي وانا أمري وحو يري اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وفي رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري حديث آخر اقرأ الزهروان البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما مرك إن قرآن كان لأخريو سيء قلبك هذا قرآن كأقلو قردا كو أبابك أقوه الرئيس قفك هدو كهجرو هذا قرآن كأخر انتيس وحواي ومصيبة وين وين تلاوة القرآن قفنا لوغو معذور داري نبي قوة نوشاكي وعدتك الله بقيب نين قرآن كي يقانا oo soo bartay oo dugsiga ma aragtay soo dhigtay oo quraanka ma taqaan u sahlan yahay inuu akhriyo iyo nin kale oo aan soo dhiganin oo quraanka ku adag yahay labadaba way akhrinayaan maxay u akhrinayaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu nooga waramay alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri al mahiru bil quraan ma'a safarati al kiram al barra ninka quraanka maahirka ku ahay tafka ku ah quraanka markuu akhrinayo مع السفرة الكرام البررة أيو ماركتي أيو كم لمد يهي كوي قرآنك إلهي وماركتي وأديبي إلا موقت القرآن كان في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون مركا قفك ماهرك قرآنك كؤة إيه حافظك كؤة إيه قردي سوء سهل انتهي حافظ هذا أمي يؤهاننا لكن قردي سوء أي أسهل انتهي إيه ماهر في القراءة وتلاوة كؤة تف ماهر كوا تف كؤة ننكاس مع السفرة الكرام البر والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه كان قرآنك إساقنا أخرنا يا. أو معناه وإنه أخريا قفك حتى إيه قرآن كتبه كتأتو أي أي آنسان أخرين كريم أي ما تقانا ساكو آخرين يتتعتع كلمة دي اسكو كيني كريم وإنو أخريا كذلك هدو أخريانا محولية إذن مال اسكو قلدر داري مجرتو حتى هدادا كريم قرآن كأخري محولية قرآن كبرك محو إنك علي نبي قنور محويري والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران لبا أجر بولي أجر تلاوته هي أجر تعبه أجر تلاوته هلي نكسو علماء يرادين يتتعتع كلجس ولجس إنه سكفر ليو تعتع معه والذي يتتعتع أمام شيخ بينه شيخ هرتيسو لكن نبي قمونا حددين لكن وإنه قفل بقى قرآن كوكو أدقه يكام كو أدكين لبدا بأجر باكو بجرة محو نبي قوة ذا ننك حتى تتأتو أقوة قرآن إنه أخريو سببتو أجور باكو بجرة ترقي باكو بجرة نور باكو بجرة هداية باكو بجرة رحمة كسو دقيس تلاوة القرآن ونور وعظمة وجلال قف كروحا لله تغلاوة القرآن ويومي ما ليس معها بشي إنا البر أخرسد لابدي بلنا البر أخرسد ما لنك جمعها إنا سورة الكهف أخرسد ووحفي عن لكن وإنو جركا قلبي هي عقلي هي فكر أي أباها كلامك إلهي إني مقلان سي نور وقالوا إيه هدايا لا إلهي وقلت الماء من القرآن كان إنو نور يعني نور أنقو الذين يؤمنون بالغيب بالير غيب قرآن كإنه نور هو نور لكن ما أركنه نكو إلهي تسبى قرآن كأرك إنه نور لكن إلهي وحيري وكذلك أوحينا إليك نبي محمد وحنكوسو وحيوني روحا من أمرنا روح وسيدة روح أذكو وجرت روح من أمرنا قرآن كو نللوي روحا من أمرنا ذلك أوحينا روح من أمرنا
نهدي به من نشاء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أيها ماذا أقول كتابك إيمانك وحي أنا يا كبرني، لكن وحن كذب نبوي إله نور ونور نور كم يا ذنب بهنين، نور كم ينو قرقا قبهنين، نور كم ينو قلبي قاقي عقلي قاقي قبهنين. عذرنا ماله ذو أنا وأنت تعتعيا اقرأ لب أجر بعد هذا أذو لبنا أجر قراءة وأجر تتأتوا لبذا بعد هذا نورا من وكذا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مركا قرانك وحاوي ووح قف والب ومسلمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إله ذي وح أباهي يوميا مركات آخر سيد فهم أمها فهم إلهي سبحانه وتعالى نور با 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 سوق عليه وإن المساجد كو آخرنا وإن قريه كو آخرنا عاوة قفكي كو أنصدا إنه سنكتك إن ما أنت لقب الله يوميا إلا القرآن كوحك آخر يوم أجي حساب سعاوة إلى دور بلو كدب نلاش هذا واحد سكبتال لأن هذا نور إلهي باله نور وين نور كاس أذو ما أركت لكن وما أركت وكو قليا مركات أخرين يسد هل شرط بالله يا ربا إناد نجي ستد إنسات وحل إلى عرب كان إناد مشغول كإناد إسكسي جيدس قرآن كبرك الله أخرين وحي أباهي اهتمام إناد مصحف كاقة سولة سوكالة بحيدة دادن كورك أقون داد كورك أخرين يسد تستعد لقراءتها ودسكو ديارين يسا قرآن كبات كالفور يسا قلبي كاقة واتفور يسا ودقي سنسا محايا لك إلهي وحبيره سبحانه وتعالى. وإذا قرئ القرآن قرآن كهدي الآخرية أما أذيق أخري أما قفك أجوغها أخري فاستمعوا له استماع الأذن دكت هذا أرارع وأنصتوا قلبك أغانا أفر أو نجيسوا باهتمام أدجيسوا لعلكم وحد مذنتهين تفهمون فهم ما لعلكم ترحمون رحمة بأيدن كسو دقيس قرآن كولا دقيستو إيا قرآن كولا أخريو مركات أخرين يسيد أوت إس دقيستيد أوت قلبي قاقنا أفرتيد رحمة إلهي باسو دقيس إلهي باله رحمة داس بحيته الله أعلم وغيب من الغيب وين نلاش هذا وحكي بدليسا إيمان كي أجي وحكي بدليسا نور با قلبي قالي عافي جرك وحك وجر عذري كاسا عريسا قرآن كإلهي هو شفاء مركا قفنا الله ومعذر داريو قرآن كإنو أخيوه وحال الرباء قف والبوء نجنا جمدا إنو قام صدق إنو قرآن كإلهي أخيوه بالتدبر نو كأخيوه تدبر القرآن تدبر كوحال إلى ذا لكتنا نجيسي قلبي جانا فر طبعا دقيقة مالك يسمعه هدينا نلاش هذا وحس كبر دليل هذا أركيدونت وح إله كود كو كود نجايو أو كود جوجيني إسكبر نافبة قرآن كنا سربو ليه هو كعل علين تيسو قف هو حفظيا هذو حفظيو أو قيب كم القرآن كحفظيا أنا قلبي سأيا نور يو وحكب حيا ما تقانا الظلمة والوحشة وحش يظلم ذو قلبي يوحي كجب حلا قرآنك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ننك أوسن قلبي يسو شيء من القرآن كجر قلبي يسو القرآن كجر كالبيت الخرب قري أو عدلاء أو دور كيا أو وحبئين الدجنين أو ما أنكت أي بصدها إيو أيد إيو مسسك أي أي جلان وبلاي جلأ وحلق مرنأ أو ما أنكت أن الدجنين أو قري اللي قري أو ما أنكت مال عدلاء كيا خرب بيت خرابي أو الباب بديس يسكسر دعاني وحيسي ووحول بقى يدح جليان مو نقانا يا قلبك يسوع قرآنكم حكسارة يا بيت لدكينها يا نور بكرجة يا لأن قراءة هذا يا نور سو جلنس قلبك هذا قلبك هذو نورنا جرك يا نور يا عافمات بقى إيمانا يا وحكود جليا مسك حدا قرآنك إلهي وانك وانكسي جيس النبي يقول قائل إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا ولا جه جرادو ير بري بقى وحنتكنا باكستان مركا مقالة أنكم بحني
مركنين علماء ورقي علماء دعوة أها يا وحو كور رمي إن أي حا مجال هذا عند كنين أنا جو مركز معنا أركين لكن وين هو جور رمي مجال هذا قبر قبرية هذا كم إذا قضي مجال هذا كم إذا أنت والله آسي مركزها نور وح وعائس قبس هذا مسك ريح المسك أي قبر قزك صباح والله يا أبي وشيء دعي واي دوان أنا جا باكستان مركز مسك باسا أوج صباح dad kibaa isku yimid qabriga waa udgoon udgoon magaaladana wax miski la yiraahdo ma yaalaba waddu magaalo tuulo Pakistan ku taal udgoon miski ah magaalo sheekhu wuxuu irwaan tagnay waxaan dhahnay gurigiisa aawayna tusa bal ninka odayga muxuu sameen jiray gurigiisa aan tagnay wuxuu yiri markii gabadhiisa aan weydiinay odayga muxuu ka shaqeyn jiray odayga waxa tiri waa looley loobu leeyahay loodiisa umbu raacan jiray wax kaloo sameen jiray male subaxii suu ka loodu la socda alla ilaah shan salaadood masaajid ku tukan jiray beeda faqad wax kale waana ummi laa yaqra wala yaktub mana qoro mana akhriyo beertiisu loodiisu raacdaa maanta oo dhan duhurku iman salaadiisu tukan haddana beertiisu ku laaban waa kada laa yaqra wala yaktub gabadhiisa markaa waxay tiri laakiin markuu sabaada fajar aadayo laba rakacood tukanaya markaas masaajidka aadaa mushafa u yaala markaa meesha مصحف كفرة ساسو أفريا فرتي سو مرينا يا مركو حلي إلهي صدر كان رنو كشاجي صدر كان إلهي رنو كشاجي كان إلهي رنو كشاجي صدر كان سيد كفرة آخرنا ما آخرين كانوا إلهي رنو كشاجي صدر كان رنو كشاجي لا بس صفح سد حسب وقشنا يا ودم يا ساسو كدم يا ساسو كسو عليا إلهي هو رنو شاجي بقولي بركاس إذا نعلم مثل وح وكل يباني أو إله قبر يسوع النوري وتصديقه لكتاب الله إنه إله رشة وأقوى إله باقي كرم إله هو إله هو وكرامي تتكب على تسع كرامي دي سب إله تتكب تسع إله صدر كان رونو كل شيء قرآن كله رميو وحير ما وحوين وين تتكي هرة وعذرنا قبل عذر يا رايان وين جمع أركتي عافمات بدناير وح كلامها قرآن كإلهي ويا من سناير هدي فات هذا لو أخريه وهو من سنا مركي وح كل عن قرآن كلو أرجيل ما أنتنا قف كمركو سوداله أو إندي كسوداله أو تايلاند كسوداله أو بول أو بر قرآن كلام في رب كذا الدم قرآن كوا شفاء قرآن كوا رحمة قرآن كوا نور كو الهجرة عن تلاوته إن لقد إرادوه marka waa inuu qof anaga oo naga mid oo walbaba uu akhriya kitaabka ilaahay ki yaqaanina hadii waa laga rabaayo wirdi waa inuu leeyahay culimadu hore waxay dhir jireen mal laysa lahu wirdun fa huwa qirdun ninka wirdi lahayn waa danyar iska nool wirdi waxa la yiraahdaa waa wirdiga yoomiga amaan walba inaad wax leedahay xisib ha ahaado juz ha ahaado saddex juz ha ahaado dadka xufaada أقل شيء ثلاثة أجزاء هذين سبعي أسبوعي كل مينين بلو باين مع وقتنا للسيو التدبر لغسامي سيو نلشع وحو قبل دل قرانكو قرانكو هو تغيير نور وان لكن أنا جيبا كسي جيدنا هجرنا وانك هجر هجرة دل بعد وحا ليري الهجرة بالعمل به إن لغو عمل فلو تاس دولة ده أطالة وإن كتابك إله يسكو حكمان وإن إله كتابك يسكا إكتان مصدر التشريع إنك الإكتان وإلهي سبحانه وتعالى وسود جه محاكمت إلا نجوا الله دارتما وإن ليسكو حكمه من جاء يمدح ليسكو حكمه كتابك إله هدي لجها هجره هدي وحوى هجرك لو هجرة العمل به واي مركز من جاء من جهة الأفراد هي من جهة الدول أديك لفت الكاجة وحي كأخص قرانك وإله أكو أمره أديك أنا وإنا تفلسا أتكو عمل فشاء ما تقال نبي وحل ويدي عليه الصلاة والسلام سيدتنا عائشة وحيت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض قرآن كأها نبي وصعدة مركب وحنا الجربة قرآن كونه نكمل غضو نلش يعني كمل غضو أو ما تقال سلوك يعني كمل غضو أو أخلاق ذي يعني كمل غضو عمل كيس إنه نلش يعني كمل غضو الغضو الهجرة الثالثة وحال يري الهجرة بالاستشفاء به تتكم أنت وكهجرة قرآن كل سكدة وي إمام ابن قيم وحسون نقلي نبي عليه الصلاة والسلام في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستشفي بالقرآن لا شفاه الله نكان القرآن كي اسكت دوين دوب إله مسيح
قرانك هو دو قرانك هو الاسكود والاسكود دويه قرانك هو عافمات سوره الفاتحه الشافيه ليلى اصلا ما قاعد الشافيه ليلى واتي وعافمات قرينيس اي وحي ابا انتهي ان للرميه قرانك اد امنت ها الهي صدر والبرون الهي كشيه رمبو الهي شيء قرآن كما يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة رحمة وهدى وشفاء مركا وإن هرت الرمينا إلهي قرآن كي سنة الرمينا سئو قرآن كو نوغل أو ما عرفت نوغل نقض هدى وشفاء ونوغل نقض ديار زومن إن شاء الله مرك هجرة تلاوتي تلاوتي سينا لقى هجر الهجرة بالعمل به إن أكو عمل فلنا وحي أنا جانا جسارا دولة هنا أنفرنا إن أكو عمل فلان كذلك أنا جونا ما تقانا عن قرانك سكود دوينه أنا كهجر إن سكود دوي قرانك هدي ما لقى قبته كو هرد إلى قرانك سأل إسكو آخر قرانك كذب دولة ده لما ديدن لكن دولة هي أصل ما الشافي هو الله والشافي كلام الله تبارك وتعالى مستعدين إن شاء الله شيخ خاسنا وحقا أيضا وآخر دور إن شاء الله أنا قلنا كتب نوان كتب بين شيخ نورنا شيخ شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ذلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له استغفر الله العظيم. جزاكم الله خير، بارك الله. الجلسة المباركة وحاء جراء وأصل إلهي سبحانه وتعالى دينت أسود جيي وحاء أي كور رميسا سدح أسئله سيدي لوجا جواب لها أيانا لوك يعني الدنيا ذا سدح ذا أسئله جوابت هذا أيا أنبياء الله صدري كتبت له سودجيي قفل بو أنا نغمي دانا ولا سؤالي دونا جوابت هذا إن لدياريو أيان الدنيا دان أجوغنا ولقو دياري قلبي يقوده قلبي لقو دياريو من ربك وما نبيك وما دينك قفل با مركي وقلبي مركي وقبري سلقليو سدحنا سؤال بان لقي جوابي مركي لفيريو diintu waxay u kala qaybsantaa marka 100kiiba 70 wa iimaanka billahi wa birrasulihi inta kala ad-din wa al-a'mal wa salaad zaad u kanaysay soonki saad u soomaysay xajki saad u gudanaysay zakadi saad maarto u bixinaysay wa halum majra arimahas ayaa ma aragtay ayaa laga rabaa laakiin su'aasha koowaad iyo su'aasha labaad هتزيد حد يهيد مركي بقول له قيبيو هاد اللحدن يلح تضبعتا يكبضا وحين قنيسا لبضع سأرنوه وحانا لقربا مركا انت الدنيا دو جوغنو انا تحقيجنو ربنا الله ما من ربنا من الذي يربينا يواي كان آن مركي ابن قبلع أن أن قنينو الإله وحالي هذا الذي تأله القلوب عند حاجتها إليه هذا هو ولها من ولها ويليه يعني قلب مركة وحدة ما يشهد جيساني سيد هذا هو إلهك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه سا إلهك هواذي سا إله هواذي سي وحي كسوق أمبو كجيساني مركة إله إلهي إنا ربك نؤيه ومركة وحن ودعان مركة آن ما أركت عبسنه مركة آن وحدونه مركة آن ما أركتي حاجة لنا هاي حجر ولا حنينا قلبي حقو آذية مددكو آذية مجيبكو آذية موحو آذية يمين يسار موحو آذية قبوره آذية موحو آذية أصنامته مساء الله جل جلاله أي آذية من ربك الإله لا إله إلا الله وحكى لقو قلبي ما أنت وهدو أتوجه وأتوجه إلى غير الله إلهي أنا ما أقبل أي شرك غيره ما أقبل أي جل جلاله
فوحنا لقرب أنت الدنيا الجوجنة أن نحقق أن نفي ما سوى الله ونثبت الله تبارك وتعالى إلهي فقط، غيره لا يفعل، غيره لا يضر، غيره لا ينفع، غيره لا يخاف منه. لقى ما عبسل غير كيس إلهي غير كيس هذا كعبستي وشرك والخوف لله ليس بغيره، هذا فقرك كعبستي وأوامرتي لا يغتكت وإله دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد ما سوى الله فهو طاغوت. وانا وحو البؤ طغى اي تجاوز الحد، حد كوحياتك بحس هدي ادمانت جعلاته جعيل كاغو وكبته جعيلك اله يا رسول كيس وكبته جعيلك اقبته غيره فسخ وقال يا قفكم مركا هداد المهاجا هي مال كاغا يغري هاغا هي متقانا يو قبيل كاغا هي تول كاغا هي تجارة هي مالك آت هي ستو هداد إلهي هي رسول كيس كج عشاي هي دال كدين ت هداد كج عشاي فتربص يقول إلهي كرتا سجى واحد كرعة حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. مركب وحنا لو جبها هي دوير أنت جوجنو أن نحقق الله جل جلاله فقط لا غيره، نحبه أكثر من غيره ونتوجه إليه أكثر من غيره. إسجان جعلاننا مالك هذا كجعلاننا عروته هذا كجعلاننا ما أنت جعلك عروته يجعلك ما أنت جعلك إلمها جعلك حاسك يجعلك دنيا ذينا أيا كوينات تي إلهي سبحانه وتعالى مركز يدي أنا جنا نبتي مشكلة جرت إلهي جعل كيسة جعلك إلهي وحلا وقطها لجلي حبك مسألة الحب وخطيرة جدا. الحب لله أصلا غيره وفرعي أصلا أمله غير كيس إله وحبك ليه. والذين آمنوا أشد حبا للكوي ألا الرمي إلهي بوحل بك جعله حب دقيقة وثابتة بي الله قبان. وأنا نقرب قفل وأنا نقرب ذا ما أنت وحا أركيسا قفكي وحو جعل هذا إلميسي إيه عرورت إيه حاس كيسي سيحوق وجعل هذا دلال كيسونا إيه وقبان. وحلقي أبانيك إنه هوان لابد إنه قرصدو الربا لكن عربتي سوك بقيا وحسليه أميكو عرضان درته ذو قتكيا نفتي سوين ربتا لكن ما قرصني حبي ويقو أقبو عربتا قتكي سوكولي هوان تو حلقي أبا إنه ننكي أما كدنتي أما ننكي فري دور عروره هيستا كواسي قرصني ساوي كعب سنة سننكي لين قرصد إيهي كبقيا سا. ترك كثير من الأشياء أوامرت إلهي جعل كوذو قتكي قفك سوصا أجعل هذا او انت او تضحيه او سمي تضحيه وحو اوهري ايغا درتود ما ملين كرت ميلو بدن او جعلاب او ايغا درتود او غسوتي وح بدن او جعلاب او ايغا درتود او دافي هوديسي وحي ربتي او جعلاب او دافي مخي او سميين لان مشكلته وحي دهن علماء وحي كورمين الحب اسلغيسه كوين اي تضحيه له اله اسكل دد كان او حاسكاغي عرورتاده اي امورتاده واد وا اديغا ادو كليغا يا تبد ادويه كليغان او كبخيسا وخول الله بكو خول جعلوا لكن جعل آنن كالجارين هجارزين هذا كل رفاهي صديق له مركا مركا يجو ويكعر ريان أبيه هو يدي إسلام تنين كي هذا بجعله سوت ما تقانا لأنه وحو صاري دربال وين وكوين يلا حبي جن إلها لها يدو كر صاري يدي إسق ما بقى ركتبه هدو كله يني وحاس تضحيان وسمينا المهيج ظن إجماله ما يعني جعل كي وحر مردودة ما هيستو وحصل عبنا يا ملك هذا يسوي هو الرفاضي بذل كل شيء لك حصل نقول يا ملك سبته أما أركان مساكينته وح وين بوساري وجعل هذا جعلك إله لو قلت الغلي هو سجدي هذا إله جعل هذا أو يجر وحقا يرجع هذا وكقارة يا دربالك وينا يسقي أركيا نعمد يسقي أركيا أضياشي هوري بريجي هوري وح أركيا سا إذن كانوا تكور هيسان نبى إسلام قرصنا يا هل ويل بكرد عليا oo isaga tagaya meel kale oo tukalo ku gursanay wiilkaas abiis buu raadinaya laa ninkan ilaahay buu jiclaad ma aheen jicilkiisu lil awlaad wal maal wax jira ma aheen wuu soo raadinaya mareykanka ka imanay abiis wax ka geynaya wadaaya waxa laga yaabaa abiis inuu waligiisba sidaas uu iska gursan jiray habeen ku rabo dan kama laheen maxaad u baahantahay ma dhihi jirin dadkii hor fiiriye
والدينتي هوري البهودو سي باري هو ايام فيريا اله بي جعلايان يا رسول كيس المهنه مين انه لش هو ضب المكة بيجيني يحاس يؤدويو مركا حق جعل كان ادجلسيد اديغا ما عرفت رفاديس مساكين تينا وحما اركب كوبا اركي كرامبا لان جعلكو كوي اله بلا لوغ تلقى كو دربال لوغ تلقى حقو اركيا ادكو ما اركي اديغونا تضحيه كدشي هبيني مال بعد ما عرفتو تضحيه حب لله اوامرت اله هور مرسي إلهي جعلك يزهر مرسي هدي أيضاً تكنت إن أتقبر كلا جورسو تجورسو يجو إلهي هدي دين تكفره يسو دين ما هدي نكفرين وضن أباهنين هدي نكفرين ما معناها لا تضحي لأجل هواك هو أوامرت إلهي هوجت تجن لأجل بتقانا حب الأولاد والزوجة والمال وكذا سببت دتكي هر أي المهود أبو بارع هاين يجونن أنا جو واحد سين إنه نسكت حتى مين سين جري والوحي الرمز لكن إله بيجعلين المهنة إله وجبك جرين حمان مين كسمين جرين أبا ياشين إيو وحلاقي أبا لكن أدوه صاد أجعل دو 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 الله يابسه صاد أبو خد مين استوى الله يابسه نك كلو حلاقي أبا إنه سب إلمه زمالين لين أبا حتى إنه سنده وهو يستوى حق أوليه بأصلا واجب أبوه يستوى هبيني مال نادل جوكت واجب هو استا هذا ناكل غرستو هو استا انا قلت سبيس هذيك هذا عود نقول اسكب حبي هذيك مع ما انا الا ما ذا الا هذه ملي اله اله انا اله اله انا هذه ملي هو حاس كان يملا هو اذا يملا انا وحالي المؤمن لا يملك ولا يملك مؤمنكم وحنا ما ملكيو وحنا اسنا اللي ما ملكيو المؤمن هكذا لا يملك شيء اولاد هذه ملي إلهك سي هاي سكون الجن هدات إلى أنا له إله يقول له ها أذان الصوم ها والوعد عذابه أذوق مليه إله أسكله إلهك سي لنكو أو أخدمة أو جعلوا لك جعلك لو قلت لك اللي جعلوا إلهي اللي جعلوا رسولك سجعلوا دينت إلهي هرب رسي هدات لكن يجا كوجي ستي أو يد جعلت عذاب بيكون نقنايا الدنيا نكون راح يسني ست آخرا نسكب الرافب قدمت حب الله عن حبه فسقيا وبتقلي سامرك الذنب قل إن كنت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله مسألة حب وحكى لهم ما أهبه وإن الله أوامرتي سي رسول كيس يدينتي سأن جعلنا كو جعلك واد إجاز كله مركزات أولاد جعلك حتى جعل وحنا قنا يا كيلو قط على جليا هذا وحي كل جديس مشاكلك أضوك وصلا بناه واد راح يسنسا ويكو جعلنا يا ويكو خدمينا يا لأن أنت إلهي با من يملكهم الله أنت لا تملك هداد ما تورن وحسيني زد هداد ما تورن وتضحييني زد ونا إلهي نكوجو سجدي ما ينفعونك كوجو مسجد سكرا إلهي أوجد سو إسقى يجا قعدت كوهاي ها مركا لا نملك الأولاد مشكلة ما أنت نهيسة وحواي جعلك إلمها إيه إن أنا جمل كينه نن نبى ما هوي نروان كشكي نبى ويلكي سيدنتي مركاس هو سكجردي أو رفالي أو متقانا نلشي كتجي أو حاس كيسي الميزي المامي هل ويلو لهاي أفرق بلوت نسي كل شيء ويلكي ودبر راعي هلك نفسه لأنه حوائز ده ويلكي سجن ولها أدي بلي إله لها إله إله أنا وقاتي قلبي كاغا مركهري جعيل كاغا جعيل الله إي رسوله إي دينه كدك هديك عذاب بكون نقونا يا أديك لأن الحب وحيدا العلماء الحب يعمر أو يدمر حب أموك عميرها أما هو كدبرا كان إلهي يرسول كيس يدين تيس يعمرك ككلا غير الله أجعلاتنا يدمرك تدميرك ونقنا ولا داعي وحليه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق ما هي مالك ما عذابه نعم عذابه ونقنا سكر باكو دعيس ديكر باكو دعيس الميس وقبقي سؤال ما هو ما أنت لو شكيني وإلبه حاسكي مالكي عذاب يكون نقد لكن ولا ليال قلوب تالوب هي إن الله نوجهها إلى الله نحب الله ورسوله
ها رسولك إله إن جعلانه وإله أن جعلانه ومتقانا أن أوامرته وتجعلانه أيا إلهي سبحانه وتعالى إيمان نبسينا يا سبحانه وتعالى أن نحب الله ونتوكل عليه ونلجأ إليه ونترك ما سواه. ما أنت بحاجة على زمن كان الطاغوت ما هو المادة طاغوت يصبح ها وحل قليه المها هدي مدارست إمارك ما أنت أن القرآن يبرتاني حقيقة مادتي أوي. الرازق هو الله يا جماعة، الرزق هو الله. ما دنا لقمة لرزق لقمة هلا شريعة ديننا شزق الآن من نقضان ما قام ما دسوا برنيس وحنكو أرجن أمريكا هي أوروبا ضد التاس ودكاترةها وصدمان صار محسول يجري تكسي لا يلا تكسي إنه بارت عروت سكبي شو كود حشر أو ما دد ما يحسيش ما ما دد وإلا برتها لكن ليس هي الرازقة، الرازق هو الله. نينك ما دد إلى واسينا نيم باجر بقول باجرته إسكولنا أنك صوبحين ما درسنا أن صور ديان مليار دير راء ما دم يبرتين ما تكون ما دويك أي وشقي دكاترة تحت تتصرف فيها. الرزق هو الله، هو يا هو الرزق هو الرزاق. إذا مرك وين القلب جينا الله كحرنا وأن يسقي رزقي ويدي سنا دين تنا أنبرنا كون كل صنانا كتابك مرك علمها القرآن كيدين تبرز و ونور وين وإيمان واي رزقي كان إلهها هاي الدنيا ما أنت أبواب الرزق علماء واحد جالسيا يعني أنت صو 20 بابا واحد بي الدنيا يهود يا نصارى يا مسلمين مت بي اسكو دليان و فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مناكب تبرك كورس اعتدوا شقيست ها إله برزقك بحي وحوك وحوك قوري أمبار قادنيسا لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش أنتو إلهي قوري أمبار قادنيسا دلال ما أنتو دان أرد أرد لابن بان لابد دكام فرني مدن الدكام كالو دليا يلعق ملايين بو نغني مدن هو خسارة وحرية لابد يبوا دلالي لكن رزقك من الله ليس من الدكان، دكان ليس الرازق. الله هو الرازق سبحانه وتعالى. إلهي وحوليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المها هو صلاتك ولد داشت باب الرزق واي إله بلان قادر. اؤمن بذلك، أمر أهلك بالصلاة، ارجو من الله رزقا. رزقك ماها فقط المها برتي وحما رزقك دولار إنه صوت هذا نايكله ما المها كوها جاجا وباركون نقطة ورزق واي صلاة هكا هكا بقين صبحي إلى فجر وكعس هكا بقين كعي ما يهاز كهردو اسكولك والله كعنا حقا هردو الموادالية رزقها اسك حريسا المهاز قد أمرك إلهي قد كو 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 كو, كو أمرتي رزق با إلهي كسينا يا رزقه ما فقط مال ما عافي ما دوي رزقه هو و وناكي اسجعيل رزقه هو باري نموي بقول وحوي برزقه هو مال وي مال كانوا كم يدي مرك ولا ليال وحلو بهاي هي إن أن 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 لبذا قيب إيه ما أنت دينتي والجودة دالية مدارستي وبدنتها إيه محي إيه سكول دي وبدنيهن ولا برنايا لكن إيمانك إلا برتو جعلك إلهي يجعلك رسول كيسة يجعلك دين تيسة هي إيه متقانة إيمانك هي إيه أبواب الإيمان إلا برتو وتضاباتهم بقول كيما وإن الجودة دالنا أو أن إلهي رومينا أو أن إلهي جعلنا ديار سومنه إن شاء الله. مركلا مرخ يا ولا دالينه ما وسي أخنا مسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني
آتاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم وحيا لها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويل كيسا وقتكي هي حاس كيسا أمر كإله وقتكي في مكة في واد غير ذي زرع حبين عدلاه وغنى قاقي يضو أم الله المير نهي ستة ميل أن قفنا جوغي مركاسو نقاقي مركاسي تري يا إبراهيم ما ماشي أنا ميل سكتك من أبحانه وقتك إسا وآموس الله أمرك يتري كاسو يرى نعم وفي رواية أشار إلى رأسي بدحي سوء شاقي نعم قالت إذن لن يضيعنا ويل كيساس أها ووين هذي وصوت ربيوبي وحاوي معناها أوامرت إلهي إنان إلى لنو دينت إلهي إنان كوكا لغنو جعلك إلهي إنان كوكا لغنو ويلكي ساءها با سوي نادي وصو كبعي نبي إبراهيم وصعدا يمد عليه الصلاة والسلام محو يمد وابكو قورع عير كوا بكاسينا ورانيه وطوله ورانيه وضيه مالك يان ديران مرسا يقطورتي أنا هذا أنا أقول دلها سوى الواب يدي شيء هذا مركل ما يدلي ما قرأت هذا صار حق يعني واقع مركل في رس وواقع منكر لكن وتربية مركل إله وقد تكتب هو يربي لك الأولاد مركل سوى عقولي ولي يسنا أبا مدهم وحوري يا أبتي هو سوى عقولي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أنا كجورع يا من أركاب فانظر ماذا ترى محان سمية ورهوي هوي جوك شالنا واي قد تكتي
ما أنت لو كدلا ورسو عنا ماها كنا قبائش كسرت كتمت كنا محو يري ويلك مرك انظر إلى تربية الله ورولا ليال إله با واحد تربية إساق أنسكو حرن حقا جي جوز ديان وحمد تربيان إله با واحد تربية إساق أنفير له إلهي باكو هجاجنا إلما وحو يري يا أبتي آبهيو هاتي سوق يربك تجي يا أبتي افعل ما تؤمر وحلو أمري فلي ستجدني إن شاء الله من الصابرين يا الله تتك صبر دقيه لساني يا ساس بري يا بري أبتي إن لآبه يو هدور دو وحي سيبا وحبو ديلا ونكو بسينا محايسي سادي لكن هدور دو وكو ديلا افعل فلما أسلم وأسدي بي إله أمر رسولي معناه وحن كوضا ولا ليال جعيل كينا الله أنك لقنو جعيل كغيره أن أقبننا أن اسكيرينو وما أهم معنى هذا إلما هو إلا جعل هذا حاسك وإلا جعل هذا أحرورت لك لكن كإلهي أين يحوق له كاس ما يستاه ويكو يقرح بك ما فأيدي سنايان لبوك ويا كاس إلهي أجيذن كودنا أنا أسو جيد سنو إلهي وحن كرجلنا إنو نقل لكم الذين يحبون الله أشد الذين آمنوا أشد حبا لله كو إلهي كرمي أو إلهي أب جعل هذا الله نجديه أو نبي سجعل هذا الله نجديه أو دينتي سجعل هذا الله نجديه دم بيجنا الله دافع دم بيجوا والدينتنا الله دافع الله نوعنا حريسته إلهي سبحانه وتعالى بلدان بلدة طيبة ورب غفور الله كديه بلدة مباركة طيبة إلهها كديه رب جن إلهي غفران كيس دم بدافك سأل الله كسو تجيه ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب شيخ ميض قرتين عبد الشيط طيب شيخ نندأوي قد لقى مركب برقاس لقى سجن ما شاء الله مركب واقع شيخ التلاوات كيسة سعودي لنا على روح حكى صعودي تلاوتي الشيخ عبد الرشيد لنا على روح حكى صعود حي تلاوتك وأخري الشيخ عبد الرشيد واي الشيخ عبد الرشيد تلاوت فربدو بورت ليه وحنا كل حنا تياض با صلاة وتكين يو أدو تراويح تجين يو يا هدي صلاة صباح هاي تهاي مركا وحن عج نحوها تلاوة ها لب سريع هذا وحو أخري جني اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله العظيم بارك الله فيك الله ينقى قلو أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تلاوتنا خالصة لوجه الكريم وأن يتقبل منا صالح الأعمال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها واجعلنا عند ختمه من الفائزين ولما أوجب وألزم غير الجاحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون.